اهلا بيكم وحلقه جديده من 7 دكتورز. في الحقيقه بنسمع كتير قوي عن كلمه مليونير، لكن محدش سامع عن المليونير المفلس. يعني ايه مليونير مفلس؟ يعني يكون معاه فلوس كتير بس مفيش عقل، العقل ده مش موجود. هو ده دايما الشخص اللي بيعتمد على غيره، هو عايز يعمل ثروه كبيره جدا ولكن هو ما عندوش عقل ان هو يزودها، ان هو ينتج، ان هو يتعب، ان هو يجتهد، ان هو يقعد على مدار سنين تعبان قوي عشان يوصل للنجاح الكبير. هنا بقى هنقول المليونير الناجح، وهو اكيد بيكون الشخص اللي ناجح في عمله. مش قصه مليونير يا جماعه ان هي فلوس، لا، هو نجاح. مين اللي تعب، قعد سنين، عدى عليه كمية حالات، يعني نقول ما شاء الله ألافات من الحالات من إنقاص الوزن. أنا دايما بقول عليه ملك إنقاص الوزن. يمكن هو كان معايا على مدار سنين ولكن بقاله فترة كام شهر بس، لأن أنا مش عارفة أسجل معاه. مفيش بيت مصري، مفيش بيت عربي مش عارف مين دكتور ماجد زيتون ملك التغذية العلاجية. دكتور بقاله سنين تعبان شقيان بيجتهد، هو ده بقى اللي المفروض نقول عليه هو ده المليونير الناجح او الشخص او الدكتور الناجح. احنا النهارده عايزين نفصل ما بين الشخص الناجح اللي تعب، اللي شقي، المثقف، اللي دكتور بجد، اللي واخد شهاده، اللي قعد على مدار سنين بيدرس يا جماعه عشان يجتهد ويبقى الاول في مجاله، في مجال التغذيه العلاجيه. الصفحه الوحيده، او دي صفحه من صفحاته، لو في صفحه تانيه هنعرضها، هي دي الصفحه الوحيده. طيب لو انتوا فاكرين نفسيكم بتضحكوا على حد او هتضحكوا على شخص ناجح بقاله سنين، طب خلاص اوكي، حطوا اسمه وحطوا صورته، ولكن لو انا عايزه اكرر هطلب 15192، يعني تاني 15192. خلي بالكم الشعب العربي ما بيضحكش عليه، الشعب المصري ما بيضحكش عليه، بقى عارف دلوقتي ان في صفحات نصابه كتير جدا باسم الدكتور ماجد زيتون، ولكن احنا بقى يعني ايه، يعني انت لو لاقيه معلش، في القلقان منك، في الاشطر منك، في اللي تعبان، انت هتتصل بالرقم ده. غير الاتصال ب 15192، في دكتور، في صوته، في شكله، القمر اللي منور معانا اللي انا كل ما بشوفه بعكسه فبيقول لي ايه ده، عشان التغذيه الصح بيخلينا حلوين، بيخلينا وشنا منور. وكفايه كده قوي، وخلينا نرحب بضيوفي. بس انا كان لازم اقول يا دكتور، لان يعني اعداء النجاح كتير بس لازم تاخد حقك. الله يخليكي. نرحب بدكتور يعني ماجد زيتون، ملك التغذيه العلاجيه، استشاري التغذيه العلاجيه يعني والاول في مجاله. ورحب باستاذ محمد حسني اللي خس يا جماعه من 165 ل 90 كيلو ولسه مكمل، ووالدته الحاجه سلوى القمر اللي من ساعه ما قعدت يا جماعه وهي عماله تدعي للدكتور ماجد. اهلا وسهلا بيكم ونورتونا. نبتدي بيك يا دكتور. والله انا طبعا بعد المقدمه الجميله ديت الراقيه، طبعا كل سنه وانتم طيبين طبعا ساده المشاهدين، وحضرتك طيب يا دكتور، وكل مشاهدينك الحلوين اللي زيك طبعا. سنه سعيده يا رب عليكم. امين يا رب علينا دايما كده، يا رب يكون في خير. واتمنى طبعا عند سقط عبدي بي يعني ان يكون السنه اللي جايه سنه احلى كتير من السنه اللي قبل باذن الله، وعلى الشعب الفلسطيني كمان. طبعا المقدمه انت بسيطه، انا مش عايز اطول عليكي يعني عشان ندي فرصه حتى لنتائج الحالات، ودايما اقول الحالات تتحدث عن نفسها. يعني مهما قلت من تميز بالتوفيق من عند ربنا كعلم ينتفع به. طبعا كويس قوي انك نبهتي بكل الصفحات على الفيسبوك اللي بيدعوا انهم ماجد زيتون او بتاع، هو طبعا ليه سمعه طيبه، فانا بقول دعوه واضحه جدا فيها نوع من التوعيه والثقافه والتنبيه والتحذير. الطب موجود في العيادات يا جماعه، في المراكز الطبيه. انا ما بيجي لي حد مثلا تقول لي انا خدت تعاملت مع صفحه نصابه باسم صيدليه زيتون ومراكز زيتون ودكتور امجد زيتون، كل على النت تبع الاستثناء نصب، طالما عايز يتاجر في دواء والله بيكتبوا اسم حضرتك كمان. ايوه بيكتبوا، ما بيكتبوا مراكز ماجد زيتون او صوت يعني. مش يعني هو مش هيكتب عصابه حماده وتوت وسلم نصب على الناس، أكيد. لازم يحط الدكتور براند في شغله. صح. والبراند ليه خط ساخن، انا دكتور كمراكز وشركه ادويه كبيره، يكفينا شر النصابين والحاقدين يا رب. مين. يعني مين. ان عندي فيه خط ساخن كراجل براند في هذا المجال، مفيش مؤسسه علاجيه محترمه اذا كان في خط ايه ساخن، يبقى دي طريقه التواصل الوحيده اللي فيها امان. 15192 تمام، واشاراتنا فين؟ في المراكز. المهم فناس بيقولوا لي بحسن نيه جدا، دكتور ماجد احنا خدنا من صفحات النصابه لثقه الناس
في الفيديوهات بتاعتي. طب الدكتور ماجد موجود، يعني ثقتك في الدكتور ماجد على الفيس لما اروح له عيادته، يعني دي الثقه الحقيقيه. في إن ناس الطب في ناس يا دكتور البيوت المصريه الجميله الطيبه يعني على لا على قدهم في الثقافه، فبيشوفوا الفيديو مش بيركزوا، هم بيشوفوا الفيديو. فاحنا عايزين النهارده نقول لهم لو انت مكسل او انت مكسله وعايزه لحد بيتك حلو كده، او انت بتقولي لا انا لسه هدفع كشف، دكتور ماجد عامل مبادره. انا عايزه اقول لكم انا بشكره على الجانب الانساني اللي احنا متعودين عليه منه، هو عامل يعني رقم رمزي للكشف، يعني اكنك بالظبط مش هتكشف. يعني لو انت قلقان اللي انت لسه هتشوف هتعمل ايه وهتجيب اكل ايه ومش عارفه وادويه ايه لو في حاجه تساعدك، ولكن هو عامل حاجه رمزيه جدا. انا طبعا بشكرك عليها يا دكتور. الله يخليك. خلينا بقى نروح يعني ضيوفنا، بس انا مش هبتدي مع استاذ محمد. دايما بحس ان الام هي اللي بتخاف على ابنها اكتر من نفسه، صح كده؟ ده انا غالي. ايوه، عشان كده انا عايزه ابتدي بيكي يا حاجه يا قمر استاذ سلوى. ايوه صح كده. قول لنا بقى اولا عرفتي دكتور ماجد منين وبكل صراحه؟ بجد بجد والله بجد من قناه النهار، انا كنت قاعده بتفرج على التلفزيون لقيته جه قدامي، وبعدين في جايب حالات غريبه يعني حاجه. قلت له محمد محمد الحقني، هو مش مصدق. قال لي مش هروح، مش يعني دول بينات كتير. فقلت له ده دكتور ماجد. وبعدين قلت له ماجد دكتور ماجد زيتون، ده التونه زيتون عشان انساها. فانت انا الحوار بسرعه اتعمل، وانا عشان القط البتاع، ولقيت اقنعني في كلامه وحضرتك والمذيعه، كانت حضرتك او غيرك مش عارفه، المهم قناه النهار كانت انا انا هو كان معايا، فهمت ازاي؟ وبعدين فوجئت، رحت للدكتور وانا بعيط والله، لان ابني حجمه اكتر من ال 165 درجه، يعني داخلين على 170. قلت مش هيخش من الباب، ما بينامش. طب احنا صوره استاذ محمد معانا شخص ثالث خالص. ما شاء الله ما شاء الله، انت في كل الاحوال زي الفل، بس الام طبعا خايفه عليك. فانت بقى قلتي انا هحفظ ماجد زيتون، زيتون اللي هو ايه عشان لو نسيتي. ده بالقران مكتوبه. فانا والله ده بقول لك ده كده. بص بقى هي بتشبهك كمان بايه؟ بص بالقران والله. انت ازاي؟ وبعدين انا فوجئت بقى بالاستقبال. انا دخلت له المكتب وانا بعيط، قلت له ابني ده هيخس، ابني حجمه رهيب وما بينامش، قاعد على الكنبه ما بينامش على السرير، السرير ده محرومين ينام على السرير. طبعا الصوره مش موضحه الصوره، عشان هو غالبا عشان كان مليان بيلبس غوامق كتير، ولكن الام هي اللي عارفه، هي اللي عارفه بتقول بينام ابنها بينام على الكنبه، بينام على الكرسي ما بيتحركش. راح الدكتور ماجد قال لي ايه؟ بصي يا ماما والله كده يا امي، انا محمد حسيته زي ابني بالظبط، حبيته والله انا حبيته. فقالوا يا ابني رقم يعني شكل، قال لي هلبسولك لبس الاعداديه. قلت له ايه؟ هو بيلبسوا تيشيرت فاخر. خبط على الكتب كده، قلت له معقول يا دكتور؟ معقول يا دكتور هتلبسوا لبس الاعداديه؟ ما شاء الله. قال لي والله، وانا ابني قالوا له في المحلات يا محمد انت بتلبس بعد كده البنطلونات هتلبسها تفصيل، الجينز ده مش هتلبس تفصيل خلاص، مش هيلاقي مقاسه بعد كده، مش هيلاقي مقاسه بعد كده. فكانت حاله مش مصدقه، هو بأقنعني استقباله ليا الدكتور، هو دخلت اني داخله ايه على ابني، على واحد من اهلي حبيبي يعني. وبسط لي الموضوع وقال لي ما تخافيش، ويا محمد حب بقى ما الدكتور ماجد لابن ابني خلى ابني تساعده بقى على الايه، كل ما يجي ياكل الدكتور ماجد يزعل مني، لا قفل بقه بقى. قال له حاجه دكتور ماجد ايه في بقك؟ عايز تجي لي ايه في بقك؟ بس بعلم. ما هو دكتور مثقف بيلعب كمان على الجانب الانساني يا جماعه، يعني انت مش بس رايح له، في ناس بتبقى رايحه له والله العظيم انا شفتهم اللي هو مش طايقين حد بالزق، بس بيدخلوا له لان هو دارس. أيوة. بيعرف يلعب على الجانب الانساني والمحبه، المحبه بتبان الناحيه النفسيه. طبعا طبعا ده انا روشتة مش ادويه بس، لا نظام الاكل ده اهم حاجه بديها طبعا، عارف نظام التغذيه. تعالي بقى في عيد ميلاد اخته او عيد احط تورته او احط قابليني، لو حد ايده ياكل ما كلش، ما احنا هنروح له ايه اللي حصل، ما اعرفش هنروح له نرجع ايه اللي حصل. سحر الدكتور ده سحر. لا انا بقول انا معلش بقول للجماعه والله والله بجد بجد، كأم عندها بنت او ابن بدين اسمه، لا عمليه ولا عذرته بالخطوره، مش بتكلم على حاجه بتوع الجراحه، ماليش دعوه بتوع الجراحه. انا جربت، انت كأم بتتكلم، انا بتكلم على الناحيه الانسانيه، تبقي ضامنه ابنك او بنتك داخلها مكان وموثوق منه لو دكتور ماجد، مش بتكلم والله على ان هو دكتور ماجد حاجته ادويته والروشيتات بتاعته نفس الحاجات اللي ادهنها النظام الغذائي بتاعه، خلاني اطمئن. لان بنت اخت انجي عملت معلش احترامي ليها، عملت عمليه وبعد كده ضربت. ايه انجي ده؟ قالت لي
عمليه. قلت له بصي انجي عملت ايه يعني؟ يعني عملت يعني انا جربت تجربه في عيلتنا عملت. مش بتكلم سوري معلش يا دكتور. لا انت جميله وصريحه يعني. يا استاذ ده ما كنتوش بتدي الدكتور ماجد حقه، بس الدكتور ماجد ده مشهور. فجيت انا بقول لابني، قال لي ماما الدكتور ماجد كل دكتور ماجد في النادي الاهلي انا ماسك له عضوته. اقول لهم دكتور ماجد دكتور ماجد عشان كده احنا بنسعى ان هو يكون معانا ومش سايبين. على فكره مش سايبين، وعلى فكره هو دكتور ماجد موجود معانا ومش هتكسف اقول ولا هعجل، ده شرف ليا بالحاح في عيادته برضه. في عيادته نرجع نرجع لحضرتك يا دكتور، وبعدين هنروح بقى الاستاذ محمد. لما دخلت عليك والحاجه سلوى وهي يعني كانت في منهاره بتقول جايه لك بالعياط، انت استشفيت ايه ان محمد ايه سبب في السمنه؟ هل القعده كتير؟ هل الاكل كتير؟ هل السكريات؟ كانت ايه حاله محمد؟ بصي دايما يعني انا دايما يعني جايز بالتوفيق من عند ربنا، يعني اغلبيه حياتي اللي انا بشوفها في المركز عندي اللي هي سنه مفرطه، يعني محدش بيجي لي يخس 5 كيلو ولا بتاع، يعني هتلاقي الاوزان كلها في 170 180 200 كيلو بالفضل من عند ربنا، ان يكون في علم حقيقي بطلع الناس من قفص السن. فانا فاهم طبعا النفسيه او الاسباب اللي ادت الى السن لمحمد، سواء كان الاسباب كتير قوي. محمد كان في ستريس عنده وتوتر وبتاع، فكان بيستعمل بعض الادويه زودت وزنه تمام. قعد في البيت فتره كده فزاد وزنه معايا، مش جزء وراسي شويه قد ما هو كان الظروف المحيطه بيه وصلت وزنه ل 170 كيلو تمام. وفاهم طبعا طبيا طول ما دخل سعرات زياده عبر فتره معينه زاد حوالي 70 80 كيلو. فدايما عندي الثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان يكون في العلم او الادوات اللي يكون ناجحه معايا بخبره 25 سنه. يعني برضو لما بقابل ام محمد مدام الحاجه سلوى ما بقول لها ان شاء الله هيخسوا بسرعه وبصحه من غير مضاعفات، وهنشفوا لك وهنشف اللي جابوه. بس وراها خبره يعني. انا مش حدي حجاب يعني، انا اكيد كدكتور في مراكز، ولازم المراكز الطبيه ما تستهتروش بالمراكز الطبيه، وابعدوا عن كل صفحات النصب والاحتيال اللي بتحصل على النت. صح. ان اللي بيتاجروا باسمي او الكلام ده كله لو يعني تتاكد يعني 15 192. يعني اللي عايز انا معلش هقولها كتير يا دكتور، اللي عايز يوصل بس. صح. يبقى مبدا موجود ان الطب موجود في العيادات وما يصح غير صحيح. يعني دايما برضو النقطه دي مهمه قوي، يعني عشان الموضوع كبير قوي على النسبه اللي بتجرب اسمي كل صفحات بلا استثناء على النت. ناس مزوره ومزيفه ان الطب موجود فين؟ في العيادات. معايا عندي سكر عندي ضغط، مش استحاله افتح النت اخد دواء. وانا من خلال منصتك ديت ببعد تماما، ماليش اي علاقه بكل صفحات الناس اللي بيظلموني، دكتور ماجد احنا خدنا الدواء بسببك، ده انت اللي عامل الصفحه، كل ده نصب واحتيال وماليش علاقه بيه. انا دكتور محترم راجل براند في شغلي، ليا سمعه طيبه، ليا شركه ادويه خاصه بيا، ليا مراكز مرخصه ليا، فكله ده من خلال ايه؟ وجودهم فين؟ في العياده، في المراكز. انما ساعتها صحيح مش انا عندي سكر ومشاكل في مثلا في الجهاز الهضمي هفتح ان انت تاخد دواء. اروح لدكتور استشاري ليه سمعه طيبه. صح. اتوجه للايه؟ الدكتور الاستشاري في المبادرة. عامل مبادرة يا جماعة. المبادرة بقى الكشف برضو حاجة رمزية. يعني حاجة رمزية لسبب واحد برضو. ده برضو محاربة للنصابين ان هم بيستغلوا الناس، ما تروحش للدكتور ماجد، احنا تابع مراكز الدكتور ماجد واحنا الفريق الطبي بتاعه واحنا بنعمل خصم 60% مش عارف على الادوية وكورس مش عارف 3 شهور 4، ده كله ده نصب في نصب في نصب واحتيال، وادوية كلها عبارة عن بيضة اسمنت وبيضة بلاط وشوية بتاع، والناس بتنصب عليهم لسوء للاسف الفهم وعدم التوعية. فانا عملت المبادره ان هيبقى كشف مع الاستشاريين، وانا عندي 20 استشاري اخصائي علاج سمنه مش مساعدين ليا، انا عارفاهم كلهم. أيوة اكتر من بعض. انا عايز ادي فكره بقى عن مراكز مسجد زيتون. انا يا جماعه مراكز طبيه مش اوضه وصاله مش عياده. صح. دي فيها 20 استشاري كلهم ماجد زيتون بنفس منظومه الدكتور ماجد زيتون، من الروشته الغذائيه للروشته الطبيه للجلسات السينما الموضعيه، وعامل كشف رمزي ليهم لمجرد ان يبقى في مبادره اعلمهم التغذيه الايه؟ الناجحه في المكان الصح. يعني انا محتاج تعليم هروح مدرسه. صح. مع اروح يعني معايا مش حق يعني معايا يعني ما يصح غير الصحيح. والمبادره دي هتساعد الناس جدا بالكشف المبسط جدا انه يلاقوا علم حقيقي في مراكز محترمه معايا. صح. ويعني ربنا يدينا على قد نيتي يا رب. ربنا يديلك يا رب يا دكتور. وبعدين الله يجازي يعني. دايما بنقول انا قلتها المفلس هم ما عندهمش اصل هم هيفضلوا يضحكوا على الناس. خلي بالكم هو كده كده في يوم من الايام مش هيكونوا موجودين وهيتمسكوا. لا والناس عرفت على فكره وناس كتير عرفت بس لازم ندي انذار ان الكورسات احنا دكتور ماجد مش مسؤول عنها. مش بتعمل فشل كلوي بتعمل بقى ممكن واحد يعني يروح فيها في ثانيه
دكتور ماجد مش ملزم بحاجه زي كده. اللي هيتعامل مع هذه الصفحات مش هيلوم غير ايه؟ نفسه. غير نفسه بس كده. ان برضو ما يصح الطب موجود في المراكز الطبيه والمؤسسات الطبيه المتخصصه، ان ما يصح غير الصحيح. صح. لقوم يعقوب. طيب نرجع بقى، نرجع لمحمد بس هو دلوقتي الحاجه سلوى شافتنا على التلفزيون وافتكرت الدكتور ماجد وما افتكرتنيش، ومش هنسى لها الموقف ده برضه. خلاص. طيب هي دلوقتي قالت لك انا اهو فكرت نفسي بيه ومش هنساه، حطت في دماغها اللي انت هتروح يعني هتروح. بالظبط. ايه اللي كان معقدك ان انت خايف تروح لدكتور ماجد في اول مره؟ يعني ايه اللي كان معقدك لاول مره يعني؟ بكلمنا بصراحه ان الضايب ما نزلش معايا او ما نزلش فعلا او النتيجه هتتاخر شويه. انت كنت خايف من كده؟ بالظبط. ما كنتش واثق؟ بالظبط. الحمد لله. اول لما ماما بقى جت قالت ده دكتور مشهور، ده دكتور بيجيب حالات فظيعه وهي عاجبها الحالات، حسيت بايه؟ يعني جيت اول اسبوع نزلت كام؟ 7 كيلو اول اسبوع. علي صوتك. نزلت كام؟ يعني اول اسبوع 7. لا ماما قالت 8. انا بثق في ماما. 8 اول اسبوع ما شاء الله نزلت 8 كيلو. 8 بالتزامك. لما نزلت الوزن ده انا متهيألي اول اسبوع. انت اسبوع. انت مش بس فضلت تدعي لماما، انت بتدعي للدكتور ماجد اكيد. طبعا انا دخلت وسطه، انا قلت له مش ممكن. بصي دكتور ماجد. والله قلت له معلش ده ابني. طبعا. الدكتور بصي كده راح قال لي من على المكتب بصراحه. كل احترام وذوق والله العظيم. والله العظيم بجد. الواحد يشهد بحاجه زي كده. مع الناس الملتزمه. طبعا. ما كنتيش متخيله ان هو هينزل في اسبوع 8 كيلو. لان احنا جربنا قبل كده، معلش احترام الدكاتره التانيين، اصل بيقول لك دايت، احنا رحنا وخبطنا على ناس تانيه. فاهم انت ازاي؟ كانت مع الاسف ما فيش اسبوع، 7 ايام، عارفه 7 ايام؟ من الثلاث للثلاث يعني ايه؟ 6 ايام. احنا من يوم الثلاث كنا عنده، من الثلاث اللي هو الاسبوع بيفوت هوا. لا معقوله ينزل 8 كيلو؟ خمس ايام او يعني مش 6 ايام يعني كده بالظبط. الاقي ابني نزل ينزل دي. فطبعا قال له هشجعك يا محمد، لازم تيجي الاسبوع الجاي. لينا بقى 8 كيلو تاني يعني مش اصلا 3 كيلو. ما شاء الله. لما نزلت ما فيش 3 اشهر انزل 40 كيلو. ده انا 3 اشهر 40 اكيد بقى رحتي لقريبتك اللي هي عامله العمليه انجي دي. انا عرفتها انا عرفتها اسمها انجي. كلهم متغاضين. لا رحت لها قلت لها ايه؟ قلت لها شفتي انجي؟ بصي لنا بقى، تعالي بقى بصي. غير لما بينزل الجامع يصلي. انت فين انت فين انت فين يعني؟ ما شاء الله. كله بقى بيسالك يا محمد انت خسيت ازاي؟ بس انا عايزه اقول حاجه بصراحه. هو طبعا ما شاء الله على ابنك وهو زي اخويا. الله يخليك. بس النزول القوي الحلو مع نضاره ما شاء الله. انا مش شايفاه يعني جاي هزلان او تعبان. لا ده بيصلي كمان. ايه كمان؟ بيصلي كان الاول بيصلي وهو قاعد على الكرسي، وشاب صغير لسه ما كملش 30ات يقعد على الكرسي. دلوقتي يصلي ويركع في الارض ويعني صورته موجوده واضحه جدا. هو مهندس الفرق. كمان مهندس مدني يعني محتاج الحركه والسقالات ويطلع وكده. أيوة ازاي التخن ده يطلع على؟ صح. فيبقى صعب. انبسطتي لما خس وبصحه؟ ده انا عايزه كنت الدكتور ماجد ده ابوسه يعني. اقول له حبيبي دي انت رمز مصر يعني. مش دكتور يعني، كلمه دكتور دي صغيره عليه. حاسين بيا؟ حاسين بيا قد ايه؟ انا بتكلم مع الحاجه سلوى اكتر من محمد. مع احترامي لمحمد طبعا، بس حاسين يا جماعه يعني ايه الام وهي بتتكلم بتنقذ ابنها من يعني مش عايزه اقول يعني من حاجات من سجن الدول. ازاي دكتور محمد يعني انت دايما معروف، بس معلش الناس اللي اول مره اتفرج عليك يعني ازاي نازل بصحه؟ انا كان نفسي محمد اللي يتكلم حبيب قلبي. ما انا هقول كلمه. انا هقول كلمه واحده بس. يعني هي الفكره كلها، انا من الدكاتره اللي احب يخش لي واحد وزنه 200 كيلو لحظه سعادتي ما لا توصف. وبقول له كلمه واحده، بحب انا الناس الايه بالظبط ان بينزلوا معايا بالخبره وبالعلم اللي بديه معدلات اكتر مما تتخيل. والعكس صحيح يعني. ممكن اول اوزان دي كبيره تروح لدكتور ما، اول ما يشوفها يكش يخاف ان ازاي هينزل هذا الشخص 100 كيلو. انا عشان بعرف بعلم ان شغل مكان بالبلدي كده حاسمها الهايبولوسيس، وبنجح في كل الاسابيع بالثقه اللي ربنا اداها لي بالعلم اللي ربنا وفاني بيه. وده اللي بيخلي الناس اقابل الناس بابتسامه وبشاشه وثقه بلا حدود، مش غرورا. الغرور انه اوعد وما نفذش. اما مش عيب يكون عندي ثقه في ربنا سبحانه وتعالى في العلم اللي ينتفع بيه. ما انت قلت لها يلبسوا لك لبس المدرسه. ورب الكعبه العاديه اهو. كلمه رب الكعبه دي بقولها مش يعني ورب الكعبه نشفها ونشف اي حد ده في اول جلسه كبير وصغير وكله. اول جلسه قلت لها ان ده في علم. صح. عارفه ما هو انت هقول لك كلمه، انت لما يكون مهندس شاطر واديت له ارض بور معايا، ممكن المهندس اللي مش شاطر جه هيبني عماره دور واحد هتقع على ارض البور. مظبوط. انا طالما هبني عماره 100 دور على ارض بور يبقى بحط اساس ايه؟ ثقه.
ناجح. ودي نجاحي في الحته دي. ما بني على علم ثم علم ثم توفيق من عند ربنا، ولا حول ولا قوه الا بالله. يبقى اعرف ابني العماره البرج. مش عيب ان اكون متميز بالتوفيق من عند ربنا. يعني برضو عشان انا بقول كلمه ايه التوفيق من عند الله ثم دعوه امي الله يرحمها معايا. وانا هقول كلمه واحده، انا ما بيطلعش مني الا كل خير. يعني اللي هنا نيه ولا طيبة. عن نفسي بشهد لا امام ربنا يعني انا بشهد الحمد لله. انا بكلم بكل ثقه ويكفي ده بيني وبين رب، طالما بوجه الناس صح وبامانه وبعلم وبدين وبذوق وبشاشة وثقة بلا حدود في التوفيق من عند ربنا. ودعوت أمي الله يرحمها معايا مش عيب أكون متميز باللي ربنا ادهولي. دكتور ماجد تعب، ودكتور ماجد شيء كتير يعني على مدار سنين. أنا مش عايزة أقول عشان مش عشان أكبره، لا عشان ما أحسدوش. يعني في فرق تعب وشيء واجتهد خبر 25 سنة وصل لمرحلة الخبرة اللي يعني. هو هقولها، هو الكلمة المشهورة، في كام كلمة كده هو مشهور بيها هنشفك، وفي كمان كلمة مشهورة تاني بس الإربيس بس هيقع مني. في كلمة مشهورة تاني بتقول إيه؟ بتقول أنا هخسسك وأنا مغمض عيني وانت مغمض عينيك تمشي ورايا. وهو مغمض عينيه فعلا بيخسس الناس. يا جماعة خلينا بقى نشوف إيه حالات نجاح. بقى احنا معانا محمد وشوفنا صورته قبل وبعد، بس خلينا بقى نشوف. بصوا بقى يا جماعه، بصوا، اولا راجل كبير اهو حاج رشاد، هتلاقوا سن صغير سن كبير. حاج رشاد ده كان معانا قبل كده ما شاء الله، مش عايزه اقول والله عشان الناس بتخاف من الحسد، بس انا اصلا عارفاه وهو حد جميل جدا، وكان هو كمان يعني منورنا وبيتحرك كده تحس ان هو ما شاء الله حاجه 20 كيلو سنه 60 كيلو حاج رشاد. معانا صور تاني نجاح. بصوا اهو، بصوا الفرق يا جماعه. ده دكتور ماجد اللي يروح له يبقى زايد فوق ال 100 كيلو. يعني ما بيهزرش، ما فيش حاجه اسمها 5-10 كيلو، لا يا جماعه اللي هو 5-10 كيلو دول بينزلهم في اسبوع ما شاء الله مع عليه. الناس ايه برضو؟ مع الملتزمين. ملتزمين، انا برضو افهموا الكلام يا جماعه قدام الساده المشاهدين، وانا عارف ان ملايين بيتفرج عليا. انا هاتولي عيان ملتزم يتقي ربنا في اللي انا بكتبه. ما اقولش الاكل بدري ياكل متاخر، ولا اشرب ميه يقول انا ما خسيتش حكله. صحيح معايا، طالما بني على علم وانا فاهم ازاي هيجي ياخد مني تعليمات يعمل عكسها. صحيح. يقول لك انا اصلا ما خسيتش ورحت المجد زيتون. لا طبعا حالات نجاح كتير افترى يعني. بالظبط. نرجع بقى لاستاذ محمد نقول له انت كنت فعلا ملتزم مع دكتور ماجد زيتون؟ اتكلم بقى وانا عايزاك تتكلم بقى، بس انا هسالك شويه حاجات مع بعض. وهل النظام الغذائي، هل انت كنت محروم من حاجات معينه؟ يعني هل انت كنت شبعان؟ ايه اللي كنت بتشتكي منه؟ ولا لقيت نفسك كده بتخس وانت صحتك احسن؟ الحمد لله. يعني في الاول يعني فور دايت كنت تمام يعني، ولات كل حاجه باكلها يعني كل حاجه سواء خضار وفاكهه اللي كاتبهولك بالظبط. حلو. وكل اسبوع في نظام دايت مختلف عن اللي قبليه. يعني مش ورقه وبتطبع. خلينا مركزين، مش ورقه وبتطبع. هو ده الدكتور الصح. وزاد بقى الجلسات اللي خدتها والحقن النانو اللي خدتها اللي السنه الموضعيه. لعبت كمان. ما انا بقول ادوات كتير للتخسيس بينحطوا جوه المركز. على فكره يا جماعه مراكز دكتور ماجد زيتون هي مش بس تخسيس، هي فيها كل ما يعني كل ما هو جميل. يعني نحت بشره للسيدات، يعني مش عايزه اقول بقى الاجهزه والفيلر والبوتوكس وكل ما يخطر على بقى تنظيف بشره كل حاجه. يا استاذ جلديه خلي بالك. استاذ جلديه سواء رجل او سيده انت خارج جميل. بعمل عمر اللي عارفه انت عارفه. والله بعمل عمر يعني. مره كنت عند دكتور ماجد زيتون وقاعده كده، لقيت واحده يا دكتور ايه لازم افكرهم بالله. قالت لي انا داخله اعمل تنظيف بشره. قلت لها انت جايه النهارده للجلديه؟ قالت لي هخلص عقبال ما يجي دوري عند دكتور ماجد زيتون. يعني عارفه مركز متكامل. مركز متكامل. الناس بقى كانت فرحتها بايه محمد؟ الصعق لما قال لي ده ابنك؟ قلت له ده اللي ابني اللي ده. قال لي ده رفع. ففي واحد داخل قال لي ده انا هخش معاكي مع مراته الاسبوع اللي فات. قال لي انا داخل مراته. انا كنت خايف. قلت له ده تحطي عند دكتور ماجد وانت مطمئن. ده ابني نزل في اسبوع مثلا قدامك مثلا شهر عشان اشوف النتيجه. ده في النتيجه في اسبوع تاني من اول اسبوع. من اول اسبوع تكون النتيجه باينه ومع التزامك بالنظام الغذائي. فاهم ازاي؟ والدكتور برضو مش حارمنا ان احنا بناكلش كل حاجه كنا بناكلها بس بنظام بقى. فرحانه ان ابنك خس.
طبعا من غير تضخم صحي. عروسه ترفض على علشان تخين. قولي لي ايه الفرق؟ انت بتقولي في حد عمل يعني مالناش دعوه بالعمليات بس في حد عمل عمليه، يعني ايه الفرق؟ يعني يعني ان هو خس كده وهو ما شاء الله صحته بتتحسن لان الدكتور ماجد بيدي تغذيه علاجيه، يعني بيدي التغذيه الصحيحه ما بين حد عمل عمليه في عيلته؟ لا بصي هقول لحضرتك كمان، هقول لك حاجه. دكتور ماجد اما اول مره اقولها له، جاز عروسه تقدم لهم نبعت لهم الصور بتاعتها الرفض، هم كويس انتوا كويسين بس تخين. فاهمه انت ازاي؟ يعني أيوة. كذا كلنا على فكره عايز بس تروح رجل حط رجل على رجل. على فكره وانا لو يعني ما هو احنا لو انا اتمليت جامد قوي انا كل واحد فينا مهيئ للرفض والاجابه، لاني عارفين ان السمنه دي يعني تقول لك انا ممكن يحصل له حاجه وانا هفضل شايله طول العمر. صح كحياه عمليه حياته الزوجيه ما قال اترفض عشان تخين. دلوقتي اغلبهم ايه يعني بيجروا وراه محمد اللي ذكرته في الجواز. لا وسيم ما شاء الله، انا بحسدك مش بحسدك يا محمد ولا بعكسك يعني انا بقول الصراحه. لا لا هم اللي بيدوروا هم اللي بيجروا. خلينا نقول يا محمد يعني الف الف مبروك. الكلمه اللي عايز تقولها لدكتور ماجد قبل ما خلاص بنختم. هقول له يعني ميرسي جدا وربنا يبارك لك ويكتر خيرك، انت يعني كنت معايا سبورت كده والحمد لله وماشي معاك لغايه ان شاء الله يعني بقول لك هخسك كم معاك ان شاء الله. انا ممكن اسال سؤال؟ اتفضل يا محمد. ايه اللي خلاك تكمل معايا؟ هل عشان نزول السريع ولا الصحه اللي ما اتاذتش ولا الوش الاحمر ولا المعامله الطيبه ولا هي كل المواضيع؟ لا كل حاجه مع بعض، اهم حاجه المعامله الطيبه والنزول وكل حاجه. هو معتمد على ان الحاجه سلوى قالت حضرتك برضو يعني اب ليا مش دكتور يعني. حلو قوي حلو. بص قال لي ايه اب ليا. وانا ده الاحساس اللي عايز اوصله. انت عارفه لما بيجي لي اي حد والله العظيم يعني فعلا، بس اللي يعرف الدكتور عارف، اللي تعرف فلان لا عشرته معايا فالموضوع مختلف. قال ما بيجي لي حد ناس كبار في السن مثلا، انت اختي ايوه صح، انت ابني واللي هقول لاختي عشان اجيب نتائج هقوله لك، واللي هقوله لمحمد ابني هقوله لك يا محمد. يعني عايز ادي المصداقيه من اول مره ان في نتائج طيبه، بس برضو من التوفيق. انا بعمل اللي عليا، يمكن تكون شهادتي مجروحه بس بقول انا باقسم بربنا ان انا بقالي سنين مع دكتور ماجد الحمد لله وربنا يديمه عليا نعمه. كل اللي بيجي هنا كلهم بقوا صحابي على فكره، كل اللي بيجي انا 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 حد عشري وبحب الناس لدرجه ان احنا خلاص بقينا اصحاب، وفي منهم عندي على الفيسبوك فعلا فعلا لحد دلوقتي في ناس بقالها سنين. تثبيت الوزن هو الوزن، فعشان خاطر ربنا دكتور ماجد في المراكز بتاعته، دكتور ماجد بيساعدك وعامل حمله ان الكشف بسعر رمزي، 20 دكتور متخصصين وكلهم متميزين في مراكز دكتور ماجد زيتون لا يقل عنه خبره بجد، لان هو اللي بيسبورت معايا. خليني اشكر دكتور ماجد زيتون وبنشكر استاذ محمد حسني، بنشكر الحاجه سلوى وكلكم نورتوا. قبل ما امشي اقول للناس ارجوكم دكتور ماجد الدواية والاتباع الرجيم بتاع اللي ده هي دي يبقى ضمنتي ان بنتك او ابنك في سلام. طيب بس على الخط الساخن بقى دي احسن حاجه. معلش يا ميري الخط الساخن 15192 لو انت عايز تتاكد ان الصفحه دي صفحه دكتور ماجد. انا بشكرهم وبسرعه بقى هختم عشان اقوم ابوس الحاجه سلوى القمر دي وهرجع لكم مره ثانيه. شكرا شكرا.